المباراة النهائية العباقرة قادرون باختلاف مباراة جميلة جدا ومتكافة، وهفكركم بالنتيجة. الرعد متقدمين بخمسة وخمسين نقطة، ساموراي مش هيستسلموا ومعاهم 40 نقطة. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة، فقرة المعرفة، أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. طبعا أسئلتنا هتعتمد على السرعة يا أميرة. أيوة بالظبط كده، محدش هيستنى حد. معلومات عامة، والسؤال هو: تغريد حكمت هي أول امرأة تتولى منصب قاضي بإحدى الدول العربية، فما هي؟ من 1996 ل 2003، دولة من دول الشام، أول قاضية عربية في القضاء الجنائي الدولي. لبنان. أحمد سليمان، لبنان. إجابة خاطئة. إسماعيل طلعت. محمد، النهاردة مش يوم، أنا عارف بس ليه مش يومك؟ ليه؟ أنت متقدم. إجابتك؟ هخمن بالأردن. أيمن رأيك إيه؟ أنا كان عندي إجابة تانية بس يعني. طب ليه ما قلتش إجابتك التانية؟ كنت هتقول إيه؟ ما خلاص. فلسطين. فلسطين. سوريا. إسماعيل طلعت. إجابة صحيحة. الملك عبد الله الثاني بن الحسين منحها وسام الحسين في العطاء والتميز في القضاء والأمل. 65 الرعد، ساموراي خلي بالكو، معاكو 40 نقطة. رياضة، والسؤال هو: من هو أول لاعب مصري سجل هدفين في مباراة واحدة ضد ليفربول في البريمير ليج؟ عمرو زكي. عمرو زكي مع ويجن. طيب انت زعلان ليه؟ إجابة صحيحة. أحمد سليمان مش بيهزر في الرياضة، برافو عليك. طبعا ليفربول كسب الماتش ده 3-2. برافو عليك يا أحمد، موسوعة رياضية. 10 نقط مهمين جدا لساموراي. ساموراي 50، الرعد 65. تكنولوجيا، والسؤال هو: ما هي شركة التجارة الإلكترونية التي يوجد بها أكبر عدد من الموظفين في العالم عام 2021؟ أمازون. أمازون طبعا شركة كبيرة وعملاقة، وأمازون فيها 1.5 مليون موظف. إجابة صحيحة. متخيلين إن أمازون فيها 1.5 مليون موظف؟ 10 نقط. ساموراي مش بيستسلموا، 60، الرعد 65. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 66 في 9 على 6 زائد 144 يساوي كام؟ إجابتك 243. كلنا بنقف نرفع ايدينا ونستسلم كده قدام ايمن في القدرات الذهنيه. سبحان الله، فعلا سبحان الله، حاجه غريبه جدا. حسبتها ازاي يا ايمن؟ 66 على 6 11 في 9 ب 99 زائد 144. كل ده ما خدش ثانيه في دماغ ايمن. الحمد لله، ما شاء الله، اجابه صحيحه. برافو عليك، برافو عليك، ما شاء الله عليك يا ايمن. 75 الرعد، 60 ساموراي. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون، 6 أسئلة: صورة وشخصية، سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. المباراة صعبة يا مزجانجي. صعبة جدا يعني. جدا. فريق الرعد ما بيهزرش. يعني بس إن شاء الله وإحنا فريقنا ما بيهزرش بإذن الله. جاهز؟ جاهز. صورة وشخصية، والسؤال هو:
من هي الفنانة في الصورة؟ الفنانة يسرى اللوزي. طبعا يسرى اللوزي. يسرى اللوزي حصلت على جوائز كتيرة في مهرجانات دولية. تحية مننا ليها. ليها تحية مننا ليها والممثلة يسرى اللوزي. برافو عليك، عشانات عملت اللي عليك وزيادة. إجابة صحيحة. عشانات النتيجة 70، ساموراي الرعد 75. صورة شخصية، والسؤال هو من هو الفنان في الصورة؟ خالد النبوي. خالد النبوي طبعا ده ممثل عالمي، حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان جوهانسبرغ عن فيلم المهاجر. نحيي الفنان خالد النبوي. أنا بحبه جدا. وطبعا خد جائزة عن فيلم المصير، جائزة السينما المصرية. برافو عليكي يا نادين، خدتي عشانات. إجابة صحيحة. برافو يا نادين، برافو يا محمد، بشكركم، تفضلوا. وشكرا طبعا لمحمد عزيز وروان إدريس. نتيجة اتغيرت، 85 الرعد، 70 ساموراي. سينما ومسرح، والسؤال هو من هو مخرج مسلسل جزيرة غمام؟ حسين المنباوي. حسين المنباوي. المنباوي تأليف عبد الرحيم كمال. طب بطولة مين؟ طارق لطفي ورياض الخولي وأحمد أمين وحفات عبد الوهاب ومحمد جمعة ومي عز الدين. كفاية أيمن شو ما حسيت شخصي. كان مسلسل حلو حقيقة. جدا جدا. استحقت تاخد العشر نقط. إجابة صحيحة. برافو عليك يا أيمن. 10 نقط، 95 الرعد، 70 ساموراي. أغاني موسيقى، والسؤال هو المصريين أهم هي أغنية المطربة مصرية، فمن هي؟ محمود. ياسمين الخيام، كلمات صلاح جاهين وألحان جمال سلام. طبعا إجابة صحيحة. برافو عليك يا محمود، أنت كمان تستحق العشر نقط. أغنية عظيمة. النتيجة 80 ساموراي، 95 الرعد. دلوقتي عندنا سؤال في اللوحات والمعالم، ولكن قبل السؤال محمود أنا سمعت إن أنت عامل لي مفاجأة. إيه موضوع اللوحة ده بقى؟ احكي لي. هي أنا والله بعد ما وصلنا للمباراة النهائية حسيت إن في دين في رقبتي لكل أعضاء البرنامج والمبادرة قادرون باختلاف، فقررت بالاشتراك مع الأستاذ عماد حمدي والأستاذ أحمد باغا والأستاذ محمود باغا إن إحنا نعمل هدية متواضعة لحضرتك ولكل أعضاء البرنامج، عبارة عن بورتري أنا كتبت فيه قصيدة، والأستاذ عماد حمدي هو اللي صمم البورتري نفسه وجواه القصيدة. وطلبت من الأستاذ أحمد باغا إن هو يقول القصيدة بدالي في الحلقة. يعني أنت أخرجت الموضوع كله صح؟ طيب أوكي، تفضل تفضل حضرتك. تفضل يا عماد. أستاذ عماد متشكر جدا، شكرا، شكر جدا. جميلة جدا. طيب نسمعها بقى، ايه رأيكم؟ شكر جدا، شكرا لحضرتك، شكرا. طيب احنا ممكن نسمع بقى القصيدة. تفضل احمد باغا، تفضل يا احمد. القصيدة كتبها الدكتور محمود الزكي لقادرون باختلاف، بيكلمهم يعني. انفض غبار اليأس وارفع رأسك، فقد ولى زمن التجاهل والإهمال، أشرق شعاع الشمس فاغمر عقلك، وأصبح سعيك للعلا سهل المنال.
إذا كان في الماضي تجاهل قدرك فقدرك الآن عاليا مثل الجبال. سل العباقرة كيف أشاع نبوغك وجعلك تمضي للمعارف في كل مجال، وخلق فيك المنافسة وارتقى بذهنك وألف بين القلوب بالحب والإجلال. فها قد علمت أن لست وحدك، فأنت القادر باختلاف لتخطي المحال. أيها العصام، أيها العصام، أبدعت فأورق جهدك، ينابيع الثقافة تتسلسل عبر الأجيال، أصحاب وعائلات ومدارس تشهد لك، وجامعات تبشر مصر بقدوم الرجال. شابهت أباك فالتف الجميع حولك، فأرباب الأقلام دائما مهد الخيال. وكل التحية، وكل التحية لمن سهروا وتعبوا معك حتى أخرجوا لنا عملا رائع الجمال. طاقم الإعداد كخلايا النحل مثلك، وميلاد أبي رعد مبدع دون جدال. قادرون باختلاف، قادرون باختلاف شعارنا طاب سعيك، زعيم مصر وحاميها رغم الأهوال. نهضنا وعرفنا النور بظل عهدك، فإن دلائل الأشياء تعرف بالأفعال. صدقت الوعد وحان اليوم شكرك، قائد جيش مصر منبع الأبطال، قائد جيش مصر منبع الأبطال. شكرا يا دكتور محمود. ربنا يخليك حبيبي. أحسنت، قصيدة جميلة جدا، أحسنت. نرجع لماتش النهاردة، لوحات ومعالم، والسؤال هو ما هو المقر الرسمي الأطول من حيث المدة الزمنية لحكام مصر منذ العهد الإسلامي؟ القلعة، قلعة صلاح الدين أو قلعة الجبل. يعني لو إحنا بنتكلم على القلعة، فالقلعة ابتدت 1176 ميلادياً. تمام، واستمرت لحد الأسرة العلوية، لحد الخديوي إسماعيل. أيوة، أطول، دي أطول فترة. هو اللي نقل المقر لأصل عابدين، ولكن في أصل عابدين استمر الحكم قد إيه؟ مش عارف. إسماعيل، إجابة صحيحة. من 1207 لحد عهد الخديوي إسماعيل. برافو عليك يا إسماعيل، قلعة صلاح الدين الأيوبي هي الإجابة الصحيحة. 105 الرعد، ساموراي خلي بالكو. العشر نقط دول بقوا مهمين جدا علشان نقرب النتيجة. سرعة البديهة، والسؤال هو وفقا للأبجدية الإنجليزية، ما هي العاصمة الوحيدة في دول الاتحاد الأوروبي التي تبدأ بالحرف زد؟ زغرب. تبدأ بالحرف زد. زغرب. زغرب. عاصمة ايه؟ كرواتيا. إجابة صحيحة، برافو عليك يا احمد. قربت البازر وعشر نقط، والنتيجة اتغيرت. 90 ساموراي، 105 الرعد. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة ضربات الجزاء والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 100 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 4000 جنيه بما يساوي 400,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 780,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لإعداد المنتخبات الوطنية لاتحاد الإعاقات الذهنية المشاركة في بطولة العالم 2023 بفرنسا.